الدكتور أيمن. أهلا يا دكتور، أخبارك يا دكتور؟ وحشنا والله يا أسامة. ليه؟ حبيبي يا غالي، تسلم. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب، والصيام مقبول إن شاء الله يا كده، رب. وإن شاء الله عيد سعيد على مصر كلها إن شاء الله. يا رب يا دكتور، يا وإيه رب. الأخبار يا باشا؟ إيه أخبار مطار؟ إلى الآن مفيش أخبار للمأجلين أو المقاسمين السنة عند الدكتور طارق شوقي. مفيش غير الامتحانات التجريبية اللي هينزلهم، بس الامتحانات الأخيرة فقط لا غير. يعني هو دي المشكلة لغاية دلوقتي، مفيش أي بديل للكلام ده. والله دكتور أيمن، يعني أنا مش عارف، يعني محتار أنا في الموضوع ده. إشمعنى طلبة المنازل والمؤجلين والباقين الإعادة؟ ليه أهو قال لك أهو طلاب المنازل والإعادة والتقسيم هيدخلوا امتحان فقط تجريبي في يونيو، في يونيو، وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في إبريل ومايو لصف الثالثة ثانوي. طب ليه؟ إيه السر؟ هم دول ولاد البطة السوداء ودول ولاد البطة البيضاء؟ طب إيه السر؟ ما أعرفش. طب هيخشوا بقى تابلت ولا هيخشوا ورقي؟ برضه ما قالش. هو دايما دايما الدكتور طارق، مع احترامي لحضرته، وانا بقدم له الوقت كل سنه وانت طيب يا دكتور طارق، مع احترامي لحضرتك دكتور طارق، الناس في رمضان عاوزه تدعي لك، تدعي لك، مش عايز اقول التانيه. بالاضافه ان الطلبه دي يا دكتور طارق، عاوز تعرف هتعمل ايه؟ احنا هيمتحنوا ازاي؟ انت وعدتهم السنه اللي فاتت، ولازم الوعد امام الله، الوعد امام الله صعب صعب، خلي بالك اذا وعدت فوفي. والله دكتور ايمن انا معاك لغايه ما نشوف حل ان شاء الله. ده مستقبل ناس يعني، ده فاهمني، وده يعني الطلبه دي يعني فاهمني مستقبلها، ده عايزه تعرف يعني فاهم. طب انت هتعرف؟ مش عارف، خلاص الوقت ده، الوقت ما عادش وقت اصلا، ما عادش في وقت خلاص، اصلا. ما فيش وقت خلاص. يعني فين الوقت اللي الطالب اصلا يقعد ويذاكر فيه وكل يوم قرار؟ لا يا استاذ اسامه، والطالب مشتت، تفكيره مشتت، ايه طب هامتحن ايه ده ولا ده ولا ده، فاهم؟ طب هيذاكر امتى؟ لما هو مخه مشتت اساسا، ما هوش عارف، مش هو عارف. طب افرض فجأة كده، فين هو رايح على فين؟ مش عارف. افرض فجأة كده الدكتور طارق طلع قال لك هيمتحنوا بوكلت، صح؟ هيبقى يبقى اللي هو ذاكره ازاي، وخد درس ازاي، وعمل ازاي. انت عارف يا دكتور ايمن، انا من النوع اللي انا بحب احط الحاجات وامشي عليها، احط كده خطوط وامشي عليها. اما اكون رايح مثلا للدكتور ايمن اسوان، تمام، هبقى عامل حسابي الجو هناك عامل ازاي، همشي بخطين زي القطر كده، انا عارف انا هعمل ايه، اتنين تلاته اربعه. لكن فجاه الاقي الدنيا اتلخبطت، مش عارف اركز. والله نتمنى للدكتور طارق يرد علينا. يا ربنا يسهل الحال ان شاء الله، يا رب. وان شاء الله برضو البركه في امثالك انت برضو استاذ اسامه. يعني يا باشا، يعني طول ما في ناس زيكم كده حلوين انا معاكم ان شاء الله. برضو اخواتك الطلبه وابنائك برضو ان شاء الله انت مش هتسيبهم برضو ان شاء الله، واحنا برضو املنا الكبير في الرئيس السيسي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دكتور ايمن، اولاد ان شاء الله، ومش هيسيبهم يعني ان شاء الله. ان شاء الله ما تيجي تفطر معانا بقى في دمياط السنه دي بقى. تشرفت في دمياط ماجي مخصوص يا مستر يا باشا، ده تشرفني والله، تشرفني والله. انت الواحد من الشخصيات المحترمه فعلا يعني، وفعلا الواحد سعيد انه اتعرف عليها. يا باشا تشرفني في اي وقت، انا لو نزلت اي حته في الصعيد انا هكلمك عشان اجي. لا لازم تجينا، لازم نخسر، لازم نشوفك. انا رحتها مرتين بس نفسي اروحها تاني والله يا باشا. انت هتيجي هتنورها يا مستر. الله يكرمك، الله يكرمك يا دكتور والله. محترمه، وربنا دائما يعليك كده كمان وكمان ان شاء الله كده، وتوقف مع طلب اخواتك وكلهم فعلا هيكونوا يعني معاك فعلا يعني. الله يكرمك يا دكتور ايمن. انت طبعا ما عادش عندك الا اخر طالب، هو اسمه ايه؟ اندرو. اندرو اندرو يا باشا، الاندرو بس هو اللي اخر واحد في العيله. اندرو هيكلمك اهو، معاك اهو، كلم مستر اسامه. ازيك يا اندرو؟ اخبارهم؟ ازيك يا غالي؟ طبعا انت اللي مغلب بابا وماما لغايه دلوقتي. يعني كل اخواتك الوقت خلصوا طب وانت اللي مغلبهم، هنعمل فيك ايه يا اندرو دلوقتي؟ شوف المدير حامل فينا ونمشي معاه. انت مأجل اربع مواد صح؟ ايوه. طب بتذاكر ولا ايه الاخبار؟ هتجيب طب ولا تعمل ايه؟ زي ما الطلبه ماشي انا ماشي. ان شاء الله يا اندرو هنشوفك دكتور حاجه حلوه كده. ما احنا مع الوزير ده مش عارفين هنطلع ايه. هنطلع دكاتره. انت اخواتك كلهم دكاتره، عاوزينك دكتور زيهم. شكرا، مش هنحصل صرف صحي. صرف صحي.
لا ان شاء الله هجيب طب ان شاء الله. بينا ان شاء الله، وربنا يسعدك يا رب كده، والايام تكون سعيده علينا كلنا ان شاء الله. مسير حاضر، بس يا ريت يعني الوزير يستجيب لطلباتنا ويرجعنا القديم. ان شاء الله ربنا يسهل احنا مع بعض لغايه اما نقول يا رب كده، دايما نقول يا رب. رب يعني احنا عايزين ورك يكون في غش حي من الاثنين. يا اما كده يا اما في غش. اصل احنا تعبنا الصراحه، فنغش يدينا ورك، لكن روح جديد ما فيش غش، احنا كده. طيب ماشي ماشي يا امجد. والله ما حضرتك. ماشي. شكرا يا مستر اسامه تاني، شكرا. شكرا يا دكتور ايمن. كل سنة وانت طيبة، مصر كلها طيبة يا وانت طيب يا غالي، وان شاء الله نشوفك قريب في دمياط. النهارده ان شاء الله كده برضه لازم صوتك العالي ده ان شاء الله يسمع كده ان شاء الله، والامور تبقى كلها ان شاء الله مرتاحة. ادعي لنا يا دكتور، ادعي لنا بالله عليك. ان شاء الله دي شهر رمضان الكريم ان شاء الله كده، والناس كلها كده بتصلي وتدعي لربنا ان شاء الله كده، وربنا يهدي النفوس كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والبركة فيكم برضه يا باشا. شكرا يا غالي، شكرا شكرا يا دكتور. مع السلامة. مع السلامة. الدكتور ايمن يا جماعه ده راجل عنده اطباء، اربع اطباء، وابنه الاندرو اللي لسه بيكلمنا دلوقتي، وانا بقولها لكم المسيحي والمسلم اخوات، ايا كان يفطر معايا ما يفطرش معايا، لا يحاسب البني ادم الا الله عز وجل، عشان بس نبقى على نور، عشان الناس اللي كانت كاتبه التعليقات، لا يحاسب الله، يعني البني ادم هو ربنا اللي حاسبه، لا اجعل نفسي اله لحد، خلاص. المهم احنا بنطالب دكتور طارق يشوف الطلبه المؤجلين، الطلبه المقسمين السنه، الطلبه المنازل، الناس دي كلها، الناس دي كلها يا دكتور طارق عاوزه تعرف هتعمل ايه؟ هيمتحنوا ازاي؟ هيمتحنوا بالطريقه دي؟ هيمشوا ازاي؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ يا دكتور طارق اخلص من الحاجات دي كلها وخلص نفسك. عاوزين الطلبه واولياء الامور يدعوا لك. ربنا يجعلها خير ان شاء الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.